أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع في هذا اليوم بدراسة موضوع جديد بعنوان الديمقراطية. في الفصل الأول كما تعلمون أخذنا مادة حقوق الإنسان، وبينا من خلال تلك المحاضرات مفهوم حقوق الإنسان والتطور التاريخي لحقوق الإنسان والموقف الإسلامي تجاه حقوق الإنسان ومطالب عديدة. اليوم إن شاء الله تعالى وكذلك في هذا الفصل الدراسي سوف نأخذ موضوع الديمقراطية، ونبين من خلال دراسة الديمقراطية عن مفهوم الديمقراطية، وكذلك نبين في المحاضرات القادمة مبادئ الديمقراطية وأشكال وأنواع الديمقراطية والموقف الإسلامي تجاه الديمقراطية. هل هناك ديمقراطية إسلامية؟ ومطالب عديدة أخرى إن شاء الله نحاول أن نبينها خلال المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. اليوم المحاضرة الأولى سنشرع ببيان مفهوم الديمقراطية، ولكن قبل ذلك علينا أن نستذكر ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام، وذلك بقراءة الحديث المبارك. قال الإمام الحسن عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. هذا الحديث المبارك الشريف يبين الإمام عليه السلام أنه يجب على الإنسان أن يوازن فيما بين حياته الدنيوية وفيما بين حياته الأخروية، فلا يمكن للإنسان أن يهتم فقط لدنياه ويترك آخرته، ولا يمكن له أيضا أن يهتم للآخرة ويترك دنياه. عليه أن يوازن بين الدنيا والآخرة، وكذلك عليه أن يعرف أن الإنسان عزته وشرفه وكرامته كل ذلك لم يحصل إلا إذا كان برضا الله تعالى. وعلى هذا الأساس علينا كمؤمنين أن نلتزم وأن نأخذ هذا الحديث المبارك أمامنا دائما وأن نعمل به إن شاء الله تعالى. جيد، ننتقل إلى موضوع الديمقراطية ودراسة مفهوم الديمقراطية. نتساءل السؤال أنه هل هناك مفهوم خاص للديمقراطية أو مفهوم واحد للديمقراطية، وهل يمكن تحديد مفهوم الديمقراطية أو لا؟ إن شاء الله سنجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى خلال المحاضرة. أساسا مفهوم الديمقراطية جاء مفهوم أجنبي، وأصله جاء من كلمة يونانية. اشتقت هذه الكلمة من كلمتين ديموس وكراتوس، ديموس بعنوان الشعب وكراتوس بعنوان الحكم، فصار المفهوم حكم الشعب. فإذن مفهوم الديمقراطية بالاصطلاح اللغوي هو حكم الشعب. عند دراسة التعاريف المتعددة إن شاء الله الذي نأخذه إن شاء الله، نجد أن هناك تعاريف عديدة وتعاريف كثيرة جدا. طبعا السبب في كثرة هذه التعاريف هو نتيجة عدم وجود رؤية واحدة للديمقراطية، وكذلك نتيجة اختلاف سيرة الناس في حياتهم الاجتماعية
فالبعض تجار، البعض يعيش في الزراعة، فبالتالي يجعل مفهوم الديمقراطية مفهوما غامضا، ولم يستطع لحد هذه اللحظة المفكرون والباحثون أن يبينوا تعريفا واحدا، تعريفا شاملا للديمقراطية، لأنه كل واحد يأتي ويبين ويعرف الديمقراطية حسب رؤاه وحسب نظريته. ولكن نستطيع أن نقوم بتصنيف الديمقراطية من حيث المفهوم، لكي نتقرب ونتعرف بصورة عامة عن مجمل رؤى الباحثون ورؤى الباحثين والعلماء. نستطيع أن نصنف الديمقراطية من حيث المفهوم إلى عدة تصنيفات. التصنيف الأول تعرف الديمقراطية بالمعنى الكلاسيكي. كثير من الباحثين عرفوا الديمقراطية بالمعنى الكلاسيكي، والتعريف الكلاسيكي هو عبارة عن أن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب، فالشعب هو مصدر السلطة. نجد في هذا التعريف أن الشعب هو مصدر السلطة، والشعب هو الذي يقرر مصيره وهو الذي يحكم، فلا يوجد هناك مصدر آخر غير الشعب، بخلاف الرؤية الدينية التي ترى أن مصدر السلطة هو الله تعالى. ولكن هنا نجد أن النظرية الغربية والنظرية الديمقراطية ترى أن مصدر السلطة هو الشعب. هذا هو بالنسبة للتعريف الكلاسيكي. طبعا وجه لهذا التعريف انتقادات عديدة وكثيرة. من جملة هذه الانتقادات أنه لا يمكن تحقيق وتطبيق هذا التعريف إلا في البلدان الصغيرة، وإذا كان عدد السكان قليل جدا. أما في البلدان الكبيرة وإذا كان عدد السكان كثير، فلا يمكن تطبيق هذه النظرية، أن يأتي الشعب يحكم للشعب وللشعب. كيف يستطيع الأمة بالملايين يحكمون معا، وكيف يتفقون هؤلاء؟ وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول وفق هذا الانتقاد أن الديمقراطية وفق هذا التعريف هو أمر غير واقعي، وهو حالة مثالية جدا ولا يمكن تحقيقه. نعم هو غاية الديمقراطية، ولكن ليس بتعريف. الغاية نعم أنه الشعب هو يحكم، الشعب هو يقرر، هذا هو غاية الديمقراطية، لكنه لم يكن هذا التعريف صحيحا للديمقراطية وفق ما وجه له من الانتقادات ومشاكل، ولم يكن هذا التعريف جامعا ومانعا. جيد. أما التصنيف الثاني لتعريف الديمقراطية، يرى بعض الباحثون أو جعل بعض الباحثين وربطوا الديمقراطية بالنظام السياسي واعتبروه كنظام سياسي، ولهذا عرف بأن الديمقراطية هي النظام الذي يختار فيه المحكومون الحاكمين عن طريق العملية الانتخابية الحرة. فإذن هنا وفق هذا التعريف الديمقراطية نظام سياسي، ولا يكون نظاما اقتصاديا ولا يكون نظاما اجتماعيا. وهذا التعريف نستطيع أن نقول أنه هو أقرب للواقع، بحيث الشعب يستطيع أن يحكم، لكن لا كل الشعب، ولا وإنما عن طريق الانتخابات ينتخبون من يمثلهم، فبالتالي هؤلاء النواب هم الذين يحكمون، فراح يكون بصورة غير مباشرة حاكمية الشعب، بخلاف التعريف الأول الذي أراد حكم الشعب بصورة مباشرة. ولكن في التعريف الثاني نجد أكثر واقعية
ويريد من الديمقراطية أن يحكم الشعب ولكن بصورة غير مباشرة. أما التصنيف الثالث للديمقراطية من حيث المفهوم، من حيث المفهوم نجد أن من حيث المفهوم نجد أن الديمقراطية أصبحت كمذهب وكفكر. إذ عرف كثير من الباحثين والمفكرين الديمقراطية كمذهب سياسي، كمذهب فكري فلسفي، لا كآلية ونظام. ولهذا عرفت الديمقراطية بأنها الديمقراطية في وقتنا الحاضر فلسفة وأسلوب وحياة ودين وشكل للحكم. وعلى هذا الأساس علينا أن نميز بين الديمقراطية، هل هي مذهب سياسي أم وسيلة سياسية لمعالجة ولإدارة المجتمع؟ فمن هم من يقول الديمقراطية عبارة عن وسيلة سياسية كما في التعريف الثاني الذي أخذناه، أنه عبارة عن وسيلة الناس ينتخبون من يمثلهم، وبالتالي هؤلاء النواب هم الذين يمثلون الشعب ويديرون البلد بصورة عامة. لكن عندما ننتقل إلى التعريف الثالث نجد أنه توسعت يعني مفهوم الديمقراطية، وأصبحت الديمقراطية عبارة عن مذهب سياسي، عبارة عن فكر، عبارة عن فلسفة، لا مجرد وسيلة. وعلى هذا الأساس إن شاء الله في المحاضرات القادمة نبين أنه اختلاف الرؤية الإسلامية تجاه الديمقراطية، فيما إذا كانت الديمقراطية كمذهب سياسي كفلسفة سياسية. ولهذا علماء الإسلام لا يرضون بالديمقراطية بهذه الصورة، ولكن إذا كانت الديمقراطية كوسيلة سياسية كآلية لإدارة المجتمع، فالرؤية الإسلامية لا مانع لديها أن تطبق الديمقراطية. إذن وفق التصنيف الثالث، وفق التعريف الثالث، نجد أن الديمقراطية أصبحت فلسفة وأصبحت كالدين، وهي تقرر التي تجعل طبعا وفق هذه الرؤية تجعل الإنسان هو الأساس ووفق قاعدة أصالة الإنسان. جيد، إذا تبين خلال هذه التعاريف أن هناك تعاريف عديدة وردت حول مفهوم الديمقراطية، فكما تبين أنه تارة التعريف يكون كلاسيكي وتارة التعريف يكون تعريف سياسي، يعني جعل الديمقراطية كنظام سياسي، وتارة تعريف يكون جعل الديمقراطية ك مذهب سياسي وكفلسفة سياسية. وهناك تعريفات، طبعا كل تصنيف لما ندخل به نجد أن هناك تعريفات عديدة وكثيرة للديمقراطية. فمثلا تصنيف الديمقراطية من حيث المفهوم نجد عشرات التعاريف، مثلا تصنيف الديمقراطية من حيث النظام السياسي نجد عشرات التعاريف، وكذلك بالمعنى الكلاسيكي نجد عشرات التعاريف، ولكن نحن أخذنا نموذج واحد من هذه التعاريف. ولكن عندما ندرس كل هذه التعاريف نجد أن هناك نقطة مشتركة فيما بين هذه التعريف. النقطة المشتركة هي أن سيادة الناس في نصب الحاكم وعزله، وسيادة الناس في التقنين والتشريع. فإذا الشعب هو الحاكم سواء في السلطة التنفيذية وسواء في السلطة التشريعية، وهذه هي بخلاف النظرية الثيوقراطية التي ترى أن السيادة لله تعالى لا للناس. لكن النظرية الديمقراطية تقول أن السيادة للناس سواء في المجال التنفيذي كان يحكم الإنسان وعزله ومشاكل، وسواء في المجال التشريعي والتقنين، فالمصدر هو الشعب والمصدر هو الإنسان. طبعا جاءت هذه النظرية
في عصر الحداثة لأسباب عديدة إن شاء الله إذا صارت فرصة نبينها، وهي تأتي من نظرية أصالة الإنسان. هناك نظريتان، نظرية أصالة الإنسان ونظرية أصالة الحق. الرؤية الدينية ترى أن الأصالة هي أصالة الحق، لكن الرؤية الغربية ترى أن الأصالة هي أصالة الإنسان، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. المطلب الأخير الذي نأخذه في هذه المحاضرة أنه لكي نفهم الديمقراطية نجد أن هناك مصطلحات كثيرة متقاربة للديمقراطية، كمصطلح الليبرالية، كمصطلح الرأسمالية، كمصطلح العلمانية. هذه مفاهيم موجودة في النظريات الغربية، والكثير لا يميز بين هذه المفاهيم. وهنا نحاول أن نبين أن هذه المفاهيم كلها موجودة في نظام المجتمع الغربي. نظام المجتمع الغربي يعتمد على هذه الأركان الأربعة. الركن الأول الليبرالية، النظرية الليبرالية التي تجعل الإنسان هو الأصل وهو الحق، وتبحث عن الحرية الفردية والحرية الشخصية، وهذا ركن اجتماعي في النظام الغربي. لكن النظرية الثانية هي النظرية الرأسمالية التي ترى بأن التي جاءت نقيضا للنظام الاشتراكي، ترى النظام الرأسمالي أن كل فرد له حق الملكية ويستطيع أن يملك كل ما يشاء، بخلاف النظرية الاشتراكية التي ترى أن الإنسان لا يملك شيئا وإنما جميع الملكية هي للدولة، بخلاف الرأسمالية التي ترى أن الملكية للفرد لا للدولة. وهذا ركن ثاني من أركان النظام المجتمع الغربي، ويسمى هذا الركن بالركن الاقتصادي. أما العلمانية فهذه أيضا من أركان المجتمع الغربي، التي ترى هذه النظرية أن ضرورة، ترى بضرورة فصل الدين عن السياسة، وهذا الركن فكري، ونستطيع أن نقول ركن فكري وسياسي، التي تفصل وفق هذه الرؤية يفصل الدين عن السياسة، وهذا الركن الثالث. وأما الركن الرابع اللي هو مطلبنا اللي نأخذه إن شاء الله، هو الركن السياسي بعنوان الديمقراطية، وبينا مفهوم ذلك، وسنبين إن شاء الله في المحاضرات القادمة عن عناصر الديمقراطية وعن نشأة وتطور الديمقراطية بصورة عامة. إذن بينا خلال هذه المحاضرة التعاريف الواردة في الديمقراطية، وأرجو أيضا أن تطلعون على الملزمة التي نرفعها لكم إن شاء الله تعالى عبر PDF، والتحضير إن شاء الله في الدرس القادم يكون طبعا تحضيركم يكون أشكال وأنواع الديمقراطية. يعني في المحاضرة القادمة سوف نأخذ أشكال وأنواع الديمقراطية، ولكن هناك اختبار أريد من عندكم أن تجيبون على هذا الاختبار بإجابة صح أو خطأ، يعني مجرد تقول صح أو خطأ وتذكر اسمك عبر الرابط، يعني بتليجرام عبر الرابط اللي موجود على الصفحة. والسؤال هو: المحور المشترك في تعريف الديمقراطية يتكون من ركنين أساسيين، هما سيادة الناس في نصب الحاكم وعزله، وسيادة الله في التقنين والتشريع. أريد من عندكم أن تجاوبون على هذا السؤال يعني خلال هذه الليلة إن شاء الله عبر الرابط اللي دزيت لكم، على ما تكمل المنصة الجديدة، لأنه المنصة الإلكترونية الجامعة غيرت تلك المنصة، فعلى ما يزودونا بالاسم، وعلى ما أنتم أيضا يكون عندكم هذه المنصة والرقم السري والاسم المستخدم. إذن نعمل حاليا عبر تليجرام لحين إكمال الإجراءات اللازمة إن شاء الله تعالى. فأريد من عندكم إجابة هذا السؤال، وأريد من عندكم في المحاضرة القادمة يوم السبت القادم أن
تحضروا لي أشكال وأنواع الديمقراطية حتى نشرح ذلك بإذن الله تعالى، والحمد لله رب.